مشيت للسيليكون فالي ودابا واحد 6 سنين ولا 7 سنين في سيليكون فالي خدمت في هاد لي ستارت اب هاد الشركات الناشئه وخدمت حتى في هاد اللي تعيطهم البيج تك كومبانيز بحال انفيديا بحال مايكروسوفت. طلع الذكاء الاصطناعي اليوم بغيتك تبسط لينا شنو هو الذكاء الاصطناعي. هاد ال 20 عام ولا هاد 30 عام اللي ما جا هي اللي هادي ديفيني هاد 100 عام 200 عام اكبر جمعيه ديال الذكاء الاصطناعي في المغرب اللي الحمد لله قدرنا نعملوا امباكت مثلا بزاف اللي فين ترى داك الزلزال ديال الحوز. كاين واحد الموجه ديال الخوف من الذكاء الاصطناعي، الناس خايفين واش غادي غومبلاسينا في الخدمه. كلشي ممكن. اي ام امبوسيبل هي اي ام بوسيبل. سي سليم مرحبا بك عندنا. بارك الله فيك خويا منير. شغف رايدكس باي هيونداي اليوم في الايونيك 5 لا فواتور 100% الكتريك ديال هيونداي. واش بغيت دير اليوم معاك واحد الطويق؟ اسيدي الف مرحبا زيد صافاش عارف بعدا شنو غادي. لا انت وفيسا غادي ندورو شويه في مراكش اي اون طون نتعرفوا عليك الباركور ديالك وعندك بزاف ديال الكيستيون في الاي اي. تفضل اسيدي على الراس ولا عين. صافاش كي كان جايتكس بعدا؟ جايتكس كان صراحة الله حسن ما الواحد كان تيستنى زعما وجا واحد العدد ديال الناس بزاف. ما حنا كان واحد جايتكس في دبي وهذا تبارك الله دابا هاد جايتكس راه أكبر واحد في إفريقيا، يعني كان واحد العدد خيالي. وماشي أنا اللي عجبني واحد الحاجة بزاف، تتحس بواحد لينيرجي، لينيرجي في جهة ديال لي ستارت اب، لينيرجي في جهة ديال البانلز الناس اللي تيهضروا وتتاخذ واحد لانسبيراسيون. واهم حاجه اللي في جايتكس اللي فريمون زوينه تتجمع كاع هاد الناس. كل شهر هو كاين في بلاصه واحده، كل شهر هو تيتعرف، وهذا الشيء اللي تيخرج من جايتكس. جايتكس اللي تيخرج منه هما هاد لي كولابوراسيون، الناس اللي يهضروا على شي حاجه وموراها تيمشيو تخدموا. يعني جاتكس كانت خدمه نقيه كما تيقولوا. اكزاكتومون. دابا انا لاحظت العام واخا ما كانش العام اللي فات، مي هاد العام سيتي زعما انا جيتي سوربري بالريزولتا واش كامل. هذا كان داك الشيء رائع. ودابا مزيان اللي ديروها على ما سمعت 10 سنين كامله دي تكون هنا في مراكش تتغبريزونتي لافريك كامله. فهمت. يعني مثلا هذه بالنسبه للمغاربه راه فرصه لا تتعوض. كل عام الواحد خصو يبلاني انا مثلا راه ماجي من الامارات لهنا، ولكن الحمد لله كان داك الشيء مزيان. دونك تيبان لك باللي ليكو سيستيم ديال المقاوله في المغرب غادي مزيان. شوف سيمونير انا في الاي اي وهذا الشيء دابا اكثر من 15 عام وتتحس بان راه المغرب هاد المقاولات الناشئه ستارت اب وهذا الشيء بالاخص لي جون راهما كاينين الافكار. يعني هاد ليكو سيستيم راه هو كاين دابا بقات واش كاين المساعده وكل شيء، مساعده من كاع من الناس الداخل هنا من السيكتور بوبليك من السيكتور بريفي من الناس اللي على برا حتى هما يجيو يعاونوا باش يكبروا. ولكن زعما واحد راه غير كما قلت لك هاد لي ستارت اب العدد ديالهم هاد العام كثر بزاف من جو كخوا ميم ليكو سيستيم هاد العامين الاخرى داك الشيء كثيره بزاف حتى لي زانفستيسمون بديني تنسمعوا لي ليفي دو فون بديني تنسمعوا لان حتى شوف حتى هاد لا ترانسفورماسيون ديجيتال والانتيليجنس ارتيفيسيال وكل شيء تتحتم خصنا هاد لي سوسيتي بحال هكا هاد لي ستارت اب راهما دابا فهمتي في العالم كامل كاينين. يعني مزيان واحد يشوفهم بحال هكا حتى في المغرب راهما حاضرين. صافي دونك سي سليم حنا بدينا الحلقه دابا من الوسط غادي نرجعوا باش نعرفوا شكون هو سي سليم. سيدي تفضل دير لنا يمتي بريزونطاسيون شكون هو سي سليم شنو قريتي فين تزاد شي هادو. انا سيدي اخر محطه انا من طنجه. اوكي. اخر محطه ديالي في المغرب كانت في الاخوين. مورا ما كملت سيونس ما مشيت الاخوين واحد العامين 2003 2004 مورا عملت ترانسفير كملت في ميريكان. مورا عملت واحد جوج ديال باشلرز اللي هما هنا ليسانس ولا ماسترز. باشلر في الكتريكال كومبيوتر انجينيرين موراها بقيت الماسترز ماسترز في موديلين سيموليشن انجينيرين موراها بقيت في الدكتوراه
عملت الدكتوراه ديك الساعه في الماشين ليرنينغ ديك الساعه الاي اي، مازال عاد تسمع الذكاء الاصطناعي ديك الساعه كانوا باقي تخلع ديك الساعه كانوا تقولوا لا ماشين ليرنينغ ديك الساعه ماشين ليرنينغ عملتها في الهيلث كير. وبقيت بروف واحد 3 ans 4 في لونيفرسيتي ديال اولد دومينيان في فيرجينيا. اوكي وابخي قلت اسيدي غادي نجرب لاندستري ولكن نقدر نرجع لونسينيومون. صراحة الله كان تيعجبني لونسينيومون. تقري داكشي اللي تعلمتي ولا؟ كان تيعجبني نقري. قلت انا شوف انا ما باغيش نكون، واخا زعما تنحترم كاع الاساتذة وكلشي، ولكن قلت انا ما باغيش نكبر ونكون هذاك البروف اللي دوز حياته كاملة غير في يونيفرسيتي وصافي عندي نمشي نجرب لاندستري، ولكن غادي نرجع لونسينيومون. صراحة الله دابا مع الاي او هادشي جرب لاندستري وبقينا غادي في لاندستري. هي هذيك مشيت للسيليكون فالي ودابا واحد 6 سنين ولا 7 سنين في سيليكون فالي خدمت في هاد لي ستارت اب، هاد الشركات الناشئه صغارين كبارين اللي نجحوا، وخدمت حتى في هاد اللي تعيطهم البيج تك كومبانيز بحال انفيديا بحال مايكروسوفت، وعمل شويه ديال الكونسلتنت توجور في اي اي. هاد الشيء كامل في اي اي. اوكي و اي اي لا بلوبار ديال الوقت يكون حتى هو غولي بلا سونتي بالهيلث كير. فهمتك. بحال السيكتور الاول اللي بدا فيه الاي اي هو والصحه الصحه، وتعرف باش تخدم على الصحه راه ماشي سهله لان كاين دي سيكتور اللي تقدر دير لهم هذا ديجيتاليزاسيون وهذا الشيء بسهوله على دي سيكتور اخرين على حسب مثلا غادي نقدروا نهضروا على داك الشيء على حسب الداتا وعلى لي دوني وهذا الشيء، ولكن من ديما كنت خدام في هذا الشيء ديال لا سونتي. مؤخرا دابا مشيت للامارات. اوكي وتعرفوا هادي باش في الامارات راه ما عمرها ما كانتش البال، ولكن تعرف تما شي حتى اوبورتونيتي ولا هذا تعرف تما شي مغاربه اللي ما شاء الله عليهم، وبقينا تنهضروا وحسيت عرفت تما دابا تنهضروا على هاد المقاولات الناشئه في المغرب. وي. حتى تما دابا في الامارات عندهم واحد ثوره ديال المقاولات وهذا الشيء ما شاء الله عليهم. قلت عارف شنو غادي نمشي للامارات، وهي ديك دابا انا في واحد الانستيتيو اللي هي اكبر انستيتيو سميتها تي اي اي تكنولوجي انوفيشن انستيتيو، اكبر انستيتيو ديال البحث العلمي ماشي غير في الامارات، تنظن في الخليج واللي مع العمالقه كاع ديال العالم. وي. مع هاد تي اي اي وان ميم طون دابا انا دايركتور اوف برودكت ديال اي اي 71. العلاقه ما بين دابا انا معاهم جوج مع تي اي اي، العلاقه ما بيناتهم تو سامبلومون هادو هما تيديروا لا ريشيرش انوفاسيون. تي اي اي عندهم 10 ديال لي سونتر تيديروا، عندهم سونتر في الروبوتيك، سونتر في البيوتيك، سونتر في الانتيجونس ارتيفيسيال، ايفن في الكوانتم دابا كوانتم كومبيوتين. و اي اي 71 ولا فنتشر 1 حيت نعملوا لا كوميرساليزاسيون ديال كاع هاد لا ريشيرش. راه ماشي ساهل، راه ماشي ساهل باش تبقى دير واحد وفي الاخر هادشي اللي خدام عليه دابا تعملوا هاد تري تري بون باركور. هضرنا على الاي اي، هضرنا على الذكاء الاصطناعي. اليوم بغيتك تبسط لينا شنو هو الذكاء الاصطناعي اللي جوكرو في 2023 دارت واحد ليكسبلوزيون كبيره في العالم، كلشي ولا تيهضر على الاي اي، وانت قلتي لي بلي كانت الماشين ليرنينغ شحال هادي وكان بزاف ديال الحوايج معروفين. شتي الذكاء الاصطناعي بالخشيبات باش كلشي شتي الذكاء الاصطناعي بصح باش وصلنا لهنا راه دزنا بزاف ديال المراحل، ولكن اذا جينا نهضروا بواحد البساطه الذكاء الاصطناعي هو واحد السيستم اللي تيحاول يعمل داك الشيء اللي بنادم تيديرو. يقدر يكون داك الشيء بسيط جدا باش يعرف هادي من هادي، هادي خالتك وهادي اختك. أوكي. هادي مثلا هو السيستم عرف هادي خالتك وهادي اختك. السيستم اللي يقدر يكون كاع بلو كومبليكي اللي يعاونك في البروداكتيفيتي ديالك بحال الشيء اللي دابا تشوفوا في شات جي بي تي اللي تيعرف مثلا كاع هادشي ديال العالم وتسقسيه اوكي ها شنو ويجبدوا لك بحال هكا. دابا انت تسقسي سيدي شنو هي العاصمه، ما نعرف العاصمه ديال ميريكان ولا كذا، هي هذه كانت في جوجل، ولكن دابا تقدر تسقسيه اسئله اللي شويه صعاب يفكر معاك والاخر. ولكن هادشي لا باس ديالو هو الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي تيحاول يخدم كما تيتخدم الذكاء ديالنا ديال الانسان. اوكي كاع عنده هادشي كامل، هضره صوره هادشي كامل ببساطه. مهم فهمتك. كنت باغي نسولك على شنو اللي خلى حتى 2023 هاد الجهه
الموجود، واش تشات جي بي تي بوحدو ولا كانوا شي ظروف واحده اخرى اللي ها مزيان؟ تعرف شوف تنفكروا في الذكاء الاصطناعي ديما ثلاثه ديال الحاجات اللي تيجيو للبال، علاش وصلنا بحال هكا؟ دابا مثلا انا في كنت خدام فيها في 2007 وكل شيء، 2007 كانوا لي زالغوريثم، وي لي زالغوريثم كاينين، خوارزميات، الخوارزميات كاينين، ولكن شكون اللي ولكن ما كانوش كافيين. علاش ما كانوش كافيين؟ لان هاد لي باز دوني، هاد البيانات الضخمه وكل شيء ما كانوش متوفرين. دونك اللي دار الفرق هو البيك داتا ولا البيانات، ولا مثلا 2012 كذا بداو البيانات. دابا ديك الساعه كانوا الخوارزميات، كانوا البيانات، ولكن كانت ناقصه واحد الحاجه الثالثه اللي هما هاد لي زورديناتور لي بويسون، هاد اللي تعيطوا لهم هاد الجي بي يوز، اللي هما كانوا تيستعملوهم في الالعاب. كانوا تيستعملوهم الالعاب لان باش تلعب واحد اللعبه وتشوف هذيك لا ريزولوسيون وكذا، خصو واحد البيرفورمانس ديال هذاك الاورديناتور. هذاك الشيء تشوف بزاف اللي تيلعبوا في اورديناتور، لان الاورديناتور تكون عنده واحد الجيمين تيكون هما قبطوا هذاك الشيء، قالوا تعرف شنو هذا الشيء حنا نقدروا نستعملوه لهاد الخوارزميات. يعني جمعوا الخوارزميات، جمعوا البيانات، وجمعوا هاد لي زورديناتور بويسون، ولاو تيقدروا يبنيو بهم حاجات اللي بحال هكا كما قلت لك تقدر تعمل دي. هما في اخر المطاف الذكاء الاصطناعي هما سون دي زوبيراسيون ديال المات اللي تري كومبليكي، ولكن هو اللي انا جمع تعملوا بواحد السرعه كبيره. دابا هو مثلا كيفاش عارف بان كما قلت هذه خالتك وهذه اختك؟ راه عمل بزاف ديال هذاك الشيء، ولكن بواحد السرعه اللي انت الاخر وبلا هذوك ما كنتيش. تو سامبلومون هذا الشيء اللي كاين. وتشات جي بي تي في جبتي شعاش كانت واحد الثوره تشات جي بي تي، لان هذا الشيء دابا كان ديما خدام اللور فين شات جي بي تي عطى بحال واحد الانترفاس للناس، قال لهم شوف ولا كلشي يقدر يخدم كلشي لا خدام بحال كان واحد العلم محصور غير على الناس البروفيسيونيل ديال الاي. ها داك الشيء ديك الساعه الاي تي مع الذكاء الاصطناعي هذا تيدير هذا بعيد شنو هو. مي دابا تستعمل شات جي بي تي راك تستعمل الذكاء الاصطناعي. صامغش كاين واحد الموجه ديال الخوف من الذكاء الاصطناعي هنا في المغرب، الناس خايفين واش غادي يغومبلاسينا في الخدمه، واش غادي يولي كونتر الانسان. كاين هاد المخاوف، جو كوا تكون سمعتيها بزاف المرات، طرحوا عليك السؤال بزاف المرات. هاد المخاوف كاين، نجاوبوا الناس نساليو من هاد المشكله. اش هاد المخاوف معقوله؟ مثلا واش خدامي هادي يمشيو ما ديش يبقاو؟ بصح خدامي هادي يمشيو ماشي واحد الوقيته فين قبل ما التراكس ما كانش، وي ياك الناس كانوا تيديروا خدمه ديال التراكس، جا التراكس ما فهمتي لا ميم شوز. راه بصح المخاوف ديال الذكاء الاصطناعي راه معقولين، خدامي هادي يمشيو، بزاف ديال الحاجات هادي وليو جدادين علينا وكل شيء، ولكن شوف حنا في واحد الوقت اللي الواحد خصو يتادابتا. ولكن حنايا لا ناتور ديالنا كبني ادم الناس ما عجيش علينا الانون، ما عجيش علينا شي حاجه ما تنعرفوهاش، ما مجهول حنا تنبغيو غادين. ولكن شوف ما عندناش دابا كاع الاختيار، العالم كامل كل شيء تيتبدل، يعني نمشيو خصنا نمشيو مع الموجه فهمتيني، نواكبوا التطور، خصنا نواكبوا. بحال دابا حنا اليوم في فواتور الكتريك، المستقبل هو الالكتريك، هو الذكاء الاصطناعي. المستقبل هو الذكاء، مثلا الطوموبيلات ترى مليون في المئه غادي نوصلوا الطوموبيلات غادي يتساقوا راسهم قريب، راه كانوا تيبلانيو دابا في هذا الوقت كان ديجا، ولكن مازال الايونيك 5 دابا تتصلوا لي بوحدها. دونك كاين الذكاء الاصطناعي اكزاكتومون، غير بقات واخا هكاك اللي مهم في هاد المخاوف. هذا لا يعني بان غادي نقولوا ايوا صافي راه الما، ولكن على هاد الشيء الواحد خصو يكون واعي شنو هو الذكاء الاصطناعي، شنو الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يدير اللي ما يقدرش يدير. وحتى الناس اللي تطوروا الذكاء الاصطناعي خصو تكون واحد دابا بحال هكا دي استراتيجي، خصهم يكون مثلا قوانين اللي مثلا على هاد الشيء. دابا وصلنا للذكاء الاصطناعي راه ماشي غير الديفلوبمون، راه كل شيء خصو يخدم جميع باش ننظموا هذا الشيء، لانها حاجه اللي تبدل الحياه. راه اكبر حاجه من نهار اللي العالم البشريه تخلقات اللي هذه تعمل واحد لا ترانسفورماسيون هي هذا الذكاء الاصطناعي. راه تخيل انا تنقول هذا 20 عام ولا هذا 30 عام اللي ما جا هي اللي هذه ديفيني هذا 100 عام 200 عام. يعني
إيه ماشي ضروري خصو كل شيء كودي ولا ولكن بدا يعرف شوف هذه الأساسية. أنا تنظر بالذكاء الاصطناعي كما قلتي بحال نهار اللي اكتشفنا العافية الإنسان اكتشف العافية اليوم تنعيش واحد الوقيته شي حاجة بحالك بحالك شي حاجة بحالك والواحد فهمتي خصنا نوصلوا لواحد الوقت باش نوليو تنتيقوا في الذكاء الاصطناعي ولكن باش فغيمون نوليو تندب مثلا أنت سيمونير تسافر في الطيارة ولكن تسافر في الطيارة بالك مرتاح بالك مرتاح لان عارف بان داك السيد اللي تيسوق الطياره راه هو متريني وصاول اخر ضابط الامور خصنا وراه ماشي بسهوله غادي نوصلوا لهداك ولكن خصنا نخدموا جميع اللي تيديفلوبي والناس اللي خدامين في الريغولاسيون الناس اللي السيكتور بوبليك السيكتور كل شيء تعاون على هذا الشيء لا كولابوراسيون مهمه بزاف صافا شوف انا تنظن بلي ميم مخاوف ماشي الذكاء الاصطناعي اللي غادي ياخذ لك بلاصتك دي غادي يخليك بلاصتك هو شي واحد تعلم الذكاء الاصطناعي تماما دابا في هذا الوقت دابا في هذا الوقت في هذا الاخر هذه ولكن نقدروا نوصلوا فهمتي دابا حنا يلاه عاد بادي يعني شي تنقول للشباب ولا بالاخص كل شيء ولكن بالاخص راه يلاه عاد بادين دابا في هذه الثوره ديال الذكاء الاصطناعي واخا كنا خدامين عليها دابا ايه دابا داك السيد اللي الاخر دابا البيك ديال هذا خاص تواكب ولكن مع المدة الذكاء الاصطناعي يقدر يولي دابا مثلا دابا شوف حنا دابا مثلا انت سيدي باغي تطلب لك شي ساندويتش سيدي اوكي مشي طلب لك شي ساندويتش مثلا باغ انترنيت خصك ما شحال من بوطونه تورك عليها تورك على تمشي تشوف تحل لابليكاسيون الاخر هذه ولكن علاش لا ما تقبلش التليفون تقول شوف انا باغي واحد ساندويتش ديال الدجاج وفيه مطيشه والخس هذه شنتي وصافي وتكي على حاجه واحده صافي هذا الشيء اللي حنا دي عاونا في الذكاء الاصطناعي حنايا عندنا الوقت ديالنا محدود عندنا الانرجي ديالنا محدوده هذا الشيء الذكاء الاصطناعي يحاول يعطينا اكثر كاع هذا الوقت ديالنا دونك خاصنا نشوفوا الذكاء الاصطناعي لانه واحد لوتي ولا واحد الاداه اللي تسهل علينا الحياه ماشي غير تخلعنا تسهل علينا الحياه سي سليم عنديك واحد البيتي كويز زيد كويز هذه الحلقه هذه ان شاء الله تفضل. اول سؤال شنو هو احسن كتاب قريتي في المقاوله ولا في الديفلوبمون بيرسونيل اللي يقدر يعاون لي جون تيتفرجوا فيه تعرف انا دي نواجه بواحد هذا بواحد الكتاب بسيط الصراحه اوكي اللي تيعاون في الديفلوبمون بيرسونيل واللي كل شيء خصو يقراه واخا ماشي حتى في المقاوله اللي جالي البال اللي هو واحد سميتو هاو تو ميك فريندز اند انفلوينس بيبل ديال الاحمر وقيله هو هذا شو تيقول لك تيقول لك كيفاش تعمل دي زامي وتانفلونس الناس مي شنو اللي تيهم في هذا الكتاب اللي بزاف ديال الناس شو هاد البارتي هيومن حنايا كيفاش نتعاملوا كيفاش نخدموا بزاف ديال ما عندوش هذه ولكن بلا هذه صعيب باش تعمل دي كولابوراسيون ديما تعجبني هذه الكلمه كولابوراسيون لان بوحدك الله يجعلك تكون سيدي اينشتاين الله يجعلك تكون شنو واخا بوحدك باش قدك انا ما هضرش بوحدي فتهضر بوحدي مثلا في هضرنا على ايام ما هضرش على مروكو اي اي لان هذه حاجه من الحاجات اللي انا جد مفتخر بها هي امبوسيبل لا انا ولا جوج ولا اربعه بينا اياه مثلا انا وجوج وثلاثه بينا بدينا ولكن مروكو اي اي هذه واحد لاسوسياسيون واحد الجمعيه نون بروفيت ديال الانتيجونس ارتيفيسيال ديال الذكاء الاصطناعي اللي بدينا في المغرب اللي دابا هي اكبر جمعيه ديال الذكاء الاصطناعي في المغرب اللي فيها اكبر عدد ديال الناس دي ستوديونت نعملوا دي كونفيرونس وكل شيء والحمد لله قدرنا نعملوا امباكت مثلا بزاف اللي فين طرا داك الزلزال ديال الحوز خرجوا قالوا تعرف شنو حنا تعرفوا الذكاء الاصطناعي كيفاش نقدروا نعاونوا اسيدي اجي نعملوا واحد لابليكاسيون باش نديو الماكله اللي فيلاج اللي خصهم هادو عندهم الماكله بزاف بلا ما نديو لهم الماكله اجي نديو هادو خصهم يعني بحال هكا هذا الشيء اللي قلت كولابوراسيون وباش دير دي كولابوراسيون خصك تعرف تسمباتيزا مع الناس تعرف انت يعني هاو تو ميك فريندز اند انفلوينس بيبل هذا الكتاب صغير مزيان واحد يقراه بحال هكا الشخصيه اللي تبغي تلاقى معها في العالم كامل انتربرونور ولا شي شخصيه ملهمه اللي تبغي دير معها قهوه كاينين شي واحد تعرف انا دير نادين باسكو عرفت تلاقي شي ما بزاف تلاقي والله تلاقي تعرف شي وحدين زعما مغاربه وابار مغاربه زعما
عندهم شركات كبارين بليونيرز وكل شيء. ولكن هذاك إيلون ماسك صراحة الله مازال ما تلاقيتش معاه. ولكن زعما تعجبني شوف هادشي كامل في الاخر المطاف في المايند سيت شتي. كاملين بينا عندنا احلام وكاملين بينا باغي نوصلوا. شوف سيتي يقولوا حنايا غادي نمشيو نكولونيزيو مارس وهادي وهادي وهادي. هادي تقولها مثلا شي واحد في المغرب تقول لك اسيدي ولكن هادشي تنقول لك. ولكن هو يقدر يقولها بيان سيغ في امريكا كذا ومثلا حتى انا ما قدرش نقولها مثلا دابا. ولكن شتي هادي هي الواحد شنو هي الاكسبيريونس تتعلمك الاكسبيريونس تتعلمك تحلم احلام اللي تعرف بان تقدر تحققهم. وان فوا تتحقق هذا الحلم تعرف تقرر انا نقدر نحلم دابا واحد الحلم بحال هكا وتزيد 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 فهمتي. وباش حتى لا غد ليه فين تفيق تفكر الحلم ديالك ما يخلعكش وتقد ديك الخضه وترجع تنسى شنو اجي نعيط لصحابي وكذا. وهذاك الحلم تبارطاجيه ديك الساعه يولي فيزيون وفيزيون يولي بلان وبلان ديك الساعه يولي امباكت يولي اكزيكيوشن. صافي ايلون ماسك المهم نتلاقى معاه ان شاء الله ما يدوليش يسمعوني كل شيء واحد فيهم ايلون ماسك ديال الوسط بغيت نتلاقى مع ايلون ماسك. عندي لك اون ديرنيغ كيستيون في الكويز. احسن بلاصه تعجبك في مراكش اللي تريكومونديها لي اللي ترتاح فيها ولا اللي تبغي الناس يمشيو يشوفوها؟ انت تعجبني الصراحه الله هذيك هذيك لينيرجي في جامع الفنا. ولكن شنو تعجبني زعما نمشي تعجب جامع الفنا كتعجبني بحال كاين هذوك القهاوي اللي تتمشي الفوق وتمشي تشرب شي قهوه تشوف جامع لومبيونس تشوف لومبيونس بحال هكا عندها واحد لو شارم. صامرش اخر سؤال عندنا في هذه الحلقه ثلاثه ديال النصائح لي جون اللي يقدروا يعاونوهم في حياتهم كامله. ثلاثه مزيان شوف انا عارف غادي نبارطاجي واحد النصائح لواحد السيد واحد بلا ما نذكر واحد السيد ناجح واحد السيد هذا انا تنشوفه بحال ايلون ماسك ديال الامارات. اوكي وتوصح في ديك الدرجه لواحد المره كنا تنهضروا قلنا بحال شي بحال هكا عطانا اربعه هذا نقولهم باربعه في بلاصه ثلاثه ولكن صغارين والواحد باش يقدر عليهم. الاولانيه هو قلب لونجلي. الاولانيه هي سنس اوف اورجنسي تيكون عندك حس بأورجونس. ما تقولش حتى الغدا اذا قادر دير شي حاجه ديرها اليوم اليوم توداي سنس اوف اورجنسي. والثانيه هي واحد كان دو مايند سيت يكون عندك واحد تفكير كان دو انا نقدر نديرها فهمتيني. انت اذا باغي الحاجه باغي تقاتل عليها وهذه وهذه كان دو يس ديرها. والثالثه هي تكون اكشن دريفن. شتي دابا انت سيدي عندك هذا الكان دو مارس قادر ديرها اكشن دريفن يعني برون اكسيون فهمتيني سيدي. اوكي انت عارف قادر ديرها ماشي قادر ديرها تبقى جالس. خذ لك لاكسيون وقول اسيدي انا ها الاول خصني ندير هادي الثاني هادي هادي تلاح ها تلاح. والاخرانيه هي الواحد يكون بروأكتيف فهمتيني. ها انت دابا درتي هاد الشيء كامل كون بروأكتيف تبع. انت دابا سيدي دابا شحال من واحد دابا هاد جي تاكس اجي انا سيدي تلاقينا كلشي مزيان ما عرفتش شحال من واحد هاد كارت فيزيت هادي هادي. ولكن ابخي شتي هاد لي زيفينمون راه ماشي ليفينمون ابخي شنو غادي يخرج هادوك العلاقات اللي كنتي في ليفينمون واش غادي تكمل معاهم كمل معاهم. وهكا الواحد ما جاوبكش المره الاولى عاود تعرف هادي يمكن باش نختم تعرف احسن في هاد لي فهضر تاع المقال شكون هو احسن انا اونتربرونور اللي تيجيني واللي تيوصل واللي تينجح هو هذاك اللي تيقدر يطقطق هذيك الباب 101 بنفس الانرجي بنفس هذاك الانتوزيازم اللي كان عنده في الدقه الاولى تيبقى يتبع. سو هادو سنس اوف اورجنسي يورجونس اليوم كان دو مايند سيت. انت سيدي اذا داروها ما عرفش شحال من واحد ما كان حتى انت تقدر ديرها اكشن دريفن برون اكسيون. والاخرانيه بروأكتيف تبع بقى تبع واي حاجه ان شاء الله كل شيء ممكن كل شيء ممكن. اي ام امبوسيبل هي اي ام بوسيبل. سي سليم انا استمتعت بهذا الكليسه معاك. الله يحفظك خويا. كي جاتك بهذه الدويره في الطوموبيل؟ والله الا مزيان. انا مراكش تتعجبني مبدله راك عارف هذا الشيء حمار تبارك الله. ميرسي ميرسي بوكو على الدويره. شكرا لك على هذا الباساج معنا.
ونتلاقاو ان شاء الله بيانتو في حلقات واحده اخرى. وجي سيغ كو خصنا اسي دو طون باش نزيدو نهضروا في حوايج واحده اخرى. الله يحفظك خويا منير وتبارك الله عليك وميرسي بور لانفيتاسيون. الله يبارك فيك. شكرا. ما تنساوش باش تقدروا تفرجوا فينا سيغ يوتيوب فيسبوك انستغرام وتقدروا تسمعونا سيغ توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ ديزر سبوتيفاي ابل بودكاست. ان شاء الله بالتوفيق.